مشهورات أكثرهن تزوجن وفشلن في حياتنا الاجتماعية فطلقت. لماذا؟ فشلت حياتها. هناك أسباب أدت إلى ذلك؟ في أسباب، ممكن شهرة، ممكن عدم الطاعة أو شيء، أما أنها تطلقت أو أنها خلعت. لا إله إلا الله. اسمعني، وعاشت مستقلة وبثوث ومشهورة في السناب وتبث يوميا وكذا، وشوفوا مايك ابي وشوفوا مدري ايش، وانا اليوم بدوله وبكره مدري ايش، وتقول البنات رسائل مبطنه، ايش تبين في الزواج؟ الزواج مدري ايش، وارتباط، وخليك لحالك، وعيش لحالك، تروح انت تجين لحالك، لمتى؟ ليش التحريم؟ تحريم هذا تقريب. فجت البنت قالت ها هذه قاعد تفكر وش تقول؟ وتقول اذا انت موظفه ايش تبقي في الزواج؟ انت موظفه عندك فلوس يجيك رويتك؟ لا، عيشي حياتك لحالك مستقله، ضلعي روحي تعالي. لا، هذه فشلت في زواجها، لا تصدقينها. نصيحه يا اخيتي، لا تصدقينها، لانها فشلت في زواجها تبي كل البنات فاشلين مثلها. لا تقارن نفسك بمشهور، لا تقارن نفسك فيهم، ما يصير. يا عيوني عيوني يا. الزواج زين يا عيوني. صح يا عيوني. الزواج اجتماعي عيوني. يجيش ولد يا عيوني، يقول لك ماما يا عيوني. تجيش بنت صغيرة تضمينها يمتش وتقولها يا عيوني. غلط اللي تسوينه يا عيوني. زيد ريح. هذه واحدة. واحدة. مش فوزيد ريح. ما فوزيد ريح وينها؟ موجودة هنا؟ هي موجودة. حياك الله يا اخيتي فوزية. أتمنى فوزية تتكلمين عن الموضوع ذا للبنات. مو كلامك، الحب لازم انك تجيبين مدري شنو. الحب يا عيوني انك تجيب ورده لزوجتك. انا ما اجيب لها ورده كل يوم. فوزيه طريتك فين؟ الله يرحم والديك. ورد كل يوم ورد ورد ورد. صح. لا يا عيوني، لا تجي للبيت الا معك ورده، لا تجي للبيت الا معك جلطه. منين تجيب جلطه لك اليوم؟ من جد يعني مع بعض يعني. ترى بعض المتخصصات في يعني الامور الزوجيه كلها ضد ايش؟ الزوج. ليش؟ جيب لها، سوي لها، عملها. لا، الحب من الطرفين يا اخيتي يا فوزيه، الحب من الطرفين. لازم تحبون بعضكم، تصيرون طيور حب. عرفت؟